بشكل عام شلون شفت اداء احمد العلي وطاقم التحكيم اللي معه؟ والله انا شفت اليوم يعني بصراحه مميز وعنده يعني قراراته وايد سليمه، بس يعني تغاضى عن عده انذارات مستحقه لبعض اللاعبين. في يعني انت اليوم شفت حالتين بس. نعم. انا قاعد طالع انا حالات اكثر، ان في حالات كثيره من يعني كم تعطي من 10؟ اعطيه 8. 8 8 زين زين، تعال 7.5 زين. وسالم؟ لا والله الحكم ما كان يعني كان زين مميز حقيقه مميز. صراحه ماكو شيء يعني ياثر، ما غير، ما في فرق بينه وبين الاجنبي. لا انا تسني يعني. انا اشوف ان ولد البلد هو اللي المفروض طيب يمسك التحكيم. ابو جاسم ايش رايك بالطاقم التحكيم؟ والله انا اقول لك التحكيم دائما، الحكام الكويتيين دائما في المباريات هذه كلهم مهزوزين شويه. يعني مهزوزين؟ طيب ليش سووا؟ شنو غلط؟ رايي يا اخي رايك بس شنو غلط؟ انت حكيك انت مو قاعد تاكل شيء وتقول رايي كيفي. انت شايف مباراه والله جد مجاسم. لا تطوع هذا، لا ما طوعته. انا اقول لك كحكم مهزوز داخل. لا انت تقول مهزوز يعني شنو اللي صار منه؟ بعض الفاولات ما حسبها. شنو اللي صار منه؟ انا اعطيه 5 5 لا ظالم، لا متدني جدا، ممتاز. طيب